إذا لمناقشة تطورات المشهد في فرنسا بعد تظاهرات ودعوات الإضراب التي تعم البلاد، ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الكاتب والمحلل السياسي عبد السلام حاج بكري. حاج بكري، مرحبا بكم. يعني لا شك أن تأثير الحرب في أوكرانيا له دور بما يحدث في فرنسا، ولكن يعني كيف أثرت الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الفرنسي وعلى أزمة الطاقة؟ السادة المشاهدين، قناة الرافدين، لا شك أن انعكاسات الحرب الروسية على أوكرانيا أو ما يجري هناك في تلك المنطقة أثر كبير ومنعكسات كبيرة في الساحة الأوروبية، وقد انعكس على الوضع السياسي لهذه البلدان التي باتت تعيش في معظمها أو في أهمها أحداث وتغيرات ومحاولات لتغيير أنظمة أو طريقة الحكم أو طريقة تبني الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية، وهذا ما نراه أو ما شاهدناه مؤخرا في إيطاليا، حيث صعد اليمين لأول مرة منذ فترة طويلة في إيطاليا. أيضا هناك ضغوط كبيرة على ليستراس في بريطانيا. هذا الوضع أيضا وصل إلى فرنسا واتخذ صبغة مزدوجة يعني أو مندمجة، عندنا نقول مختلطة بين السياسة والاقتصاد. يعني تأثر بشكل عام الاقتصاد الفرنسي مما يجري في بريطانيا في أوكرانيا من غزو روسي لها، بأن هناك الكثير من الضغوطات على أسعار الطاقة، هناك نقص في إمدادات الكثير من المواد، هناك خلل في النظام أو الوصول الدائم والمستمر للطاقة مثل الغاز والمازوت على الدرجة الأولى. ولكن فرنسا بشكل عام حتى الآن لا تزال في وضع مستقر إذا ما قارنا ما يجري فيها بما جرى في إيطاليا وبريطانيا. ولا شك أن الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت، ولا سيما أن هناك في الداخل الفرنسي ولا سيما من الجهة اليسار، أقصى اليسار، جماعة ميلانشون، يعني يحاولون تحقيق مكاسب سياسية وشعبية واقتصادية في مستغلين أزمة الطاقة ومستغلين الحرب الروسية على أوكرانيا للضغط على ماكرون ومحاولة النزول بشعبيته، وهو الأعلى شعبية حتى الآن في فرنسا، الهبوط بها إلى حد أدنى يمكن أن تؤثر على مستقبله السياسي في انتخابات قادمة، على ميلانشون يطمح هذه المرة أن يكون رئيسا بديلا لماكرون. حاج بكري، ولكن هناك الاحتجاجات على موضوع غلاء الأسعار وحالة الركود مستمرة ولو بشكل متقطع، يعني بدأت منذ عام 2018. ما الدور الذي تلعبه سياسات ماكرون في وصول فرنسا على ما هي عليه الآن؟ هل السبب في سياسات ماكرون حاج بكري؟ يعني بالتأكيد هناك تأثير لما للسلوكيات والاستراتيجيات التي انتهجها ماكرون، ولا سيما في سياسات الضرائب التي ارتفعت الكثير من المواد التي يحتاجها بكثرة أو يستخدمها بكثرة الفرنسيون، ولا سيما مصادر الوقود البنزين والديزل، إضافة إلى بعض المواد الأساسية التي يستهلكها بشكل يومي الفرنسي. زاد الضرائب على موضوع يعني الكثير من السلاح، TVA ارتفعت بشكل واضح، التضخم كان بفعل الأزمة الأوكرانية التي دمجت زيادة الضرائب والتضخم في تأثيرها على ماكرون. ماكرون حقيقة يحاول أن يجد الصيغة المناسبة ما بين إرضاء الكبار الشركات الكبيرة من حيث عدم فرض ضرائب كبيرة عليها لتعويض النقص في الميزانية أو تعويض النقص في الميزانية، إضافة إلى عدم المساس بشكل واضح وكبير في الضرائب المفروضة على المواطن الفرنسي، لكنه حتى الآن يتأرجح ما بين ناجح في هذه الخطة إلى أقل من ذلك بقليل، وهذا ما دفع الكثير من قطاعات العمل في فرنسا إلى الاحتجاج على الضرائب أولا، والمستوى الراتب المعاش للموظف الفرنسي، وكما معروف هو من أقل مستويات الرواتب في الدول الكبيرة إذا ما قرناها مثلا بألمانيا. هناك أستاذ بكري، هناك رأي يتحدث أن سياسة العقوبات التي انتهجتها الولايات المتحدة وانجرت وراءها أوروبا
فرنسا الآن تدفع هذا الثمن، صحيح هذا التوصيف؟ يمكن القول بأن تأثيرا واضحا للعقوبات التي شاركت فرنسا بفرضها على الاتحاد الروسي على روسيا، نعم. أسهمت في هذه الأزمة التي تعيشها حاليا. دعنا نسميها أزمة وهي ليست كذلك تماما، ولكن إذا ما أسميناها أزمة نقول أن خروج الكثير من الشركات الفرنسية العاملة في فرنسا في روسيا، خروجها من روسيا أثر كثيرا على مستوى دخل هذه الشركات، على عائدات هذه الشركات، كما أثر على كثير من العاملين الفرنسيين والمختصين الذين عادوا من روسيا إلى فرنسا. أيضا هذه العقوبات فرضت على فرنسا أيضا المساهمة في تمويل الحرب الدفاع وحالة الدفاع التي تعيشها أوكرانيا، تقوم بها أوكرانيا ضد روسيا. هذه تمويل الحرب يعني تمويل الحرب الدفاعية الأوكرانية ضد روسيا، هذا أيضا أثر على المستوى الاقتصادي الفرنسي، على عائدات الخزينة الفرنسية. لا شك أنها ستأخذ من دافع الضرائب الفرنسي، دافع الضرائب الفرنسي أموالا لكي تقدم لأوكرانيا للدفاع عن نفسها. وهذه السياسة الفرنسية لم يعني حقيقة نحن شعرنا منذ البداية في فرنسا أن ماكرون حاول أن يقيم حلفا أو تحالفا أوروبيا بعيدا عن أمريكا، يقرر ما يريد عكس ما تفرضه أمريكا، عكس ما تريده أمريكا، أو لن نقول ليس عكسا إنما ليس تماما كما تريد أمريكا. ولكن يبدو أن هناك بعض الخلافات في الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية بشكل عام حول سياسة موحدة، وهناك الكثير من بعض الدول الأوروبية تجامل أمريكا وتمشي معها إلى الآخر. في سؤال الأخير لحضرتك، في ظل هذا الإضراب الذي شل عددا من المدن الفرنسية، يعني كيف تتوقع مستقبل ماكرون السياسي في فرنسا؟ دعني أقول لك شيء. نعم. يعني قد لا يعرفه البعض، استغل اليسار الفرنسي وهو ذات يد طولة في النقابات العمالية في فرنسا الأزمة الحالية أو أزمة النقص الوقود والطاقة العالمي، استغل الحالة الأوكرانية، حرب روسيا على أوكرانيا، لتحقيق مكسبين. أولا ربما الأول يقوم على أن محاولة الضغط على ماكرون شخصيا والسياسة الفرنسية بشكل عام من أجل تخفيض نسبة الضغط على روسيا. من المعروف أن ميلانشون يؤيد بوتين بشكل عام، وإن كان ظاهريا رفض حربه على أوكرانيا، إلا أنه بشكل عام من أنصار أو من مؤيدي بوتين. الشيء الآخر، ميلانشون أيضا يحاول دفع يعني أو بالأحرى جمهور ميلانشون يرى في سياسة ميلانشون الآن بالدفع باتجاه المظاهرات والإضرابات انتهازية ليست في وقت. شكرا. يعني ليس هذا الوقت مناسب لإقامة مثل هذه التظاهرات وهذه الإضرابات التي أثرت على مستوى الدخل المواطن الفرنسي ومستوى استهلاكي، حيث أن أسعار الوقود ولا سيما المازوت منهم الديزل ارتفعت بمقدار 100% في بعض المناطق الفرنسية. شكرا. كثير من المناطق. آسف لضيق الوقت، عبر سكايب من باريس الكاتب والمحلل السياسي عبد السلام حاج بكري، شكرا جزيلا لكم.